أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. على المدى، البصرة تواجه كابوسا جرثوميا، أنهار تموت والثروة السمكية تختفي. على الزمان، تسجيل 3484 إصابة بكورونا وسط تأرجح معدلات الشفاء. ألترا عراق من معسكر رشيد كاتيوشا جديد صوب المنطقة الخضراء. على العرب اللندنية، الأحزاب العراقية تدور في حلقة مفرغة بشأن الانتخابات البرلمانية. على القدس العربي، جنبلاط نحتاج حكومة طوارئ تعالج الاقتصاد وتعمر بيروت. على العربي الجديد، تحدي لقاح كورونا الروسي، عقدة الريادة، تزاحم الأمل العالمي. على نيويورك تايمز، سجن الصحفي خالد درارني لثلاث سنوات مؤشر آخر على أن النظام الجزائري لا يريد الإصلاح. نبدأ من صحيفة العرب اللندنية، حيث عنوان المواطنة والعراق أولا في ظل انعدام العدالة. تحويل المواطنة من شعار إلى واقع يتطلب إعلاما عراقيا مستقلا عن الأحزاب الدينية والمذهبية يعزز المواطنة العراقية وإصدار قوانين وقرارات سريعة لإقصاء الفكر الطائفي ومنع القنوات الفضائية المروجة له. المواطنة تقوم على أسس الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي نصت عليها المواثيق الدولية ونادت بها الديانات السماوية. مواطنة المواطن الذي هو مصدر السلطات ومنبع الإرادة المجتمعية، مواطنة التسامح والتفاهم والتعاضد مع الآخرين، مواطنة الرفض التام لأي إقصاء أو تعصب أو اعتداء على حقوق الآخرين. مقال للكاتب ماجد السمرائي في صحيفة العرب اللندنية، نتابع. أليست من أولى متطلبات المواطنة أن تحمي الحكومة بحكم وظيفتها الفرد ليعيش في وطنه حراً آمناً بلا خوف من رصاصة تخترق جسده لمجرد أنه قال كلمة حق تجاه وطنه المختطف، أو من جلاد ينتظره أمام بيته لاختطافه لمكان مجهول لأنه ابن المدينة التي تحررت من داعش، أو لأنه لم يقدم الدية المالية لهذا أو ذاك من عصابات الميليشيات المستوطنة في أراضيه غصباً وبقوة السلاح؟ هل يمكن تحقيق شعار المواطنة في ظل انعدام العدالة وغياب الحقوق الفردية والجماعية؟ يسرق الجهلة من منتسبي الأحزاب الحاكمة المستبدة الوظائف، خاصة العليا منها، دون وجه حق، في وقت يعيش فيه الآلاف من خريجي الجامعات بلا عمل، ولا يترك مفصل من مفاصل الكسب في الدولة إلا ويستثمر لصالح المنتسبين والمريدين والموالين، وفي مقدمتهم قادة ومسؤولي الميليشيات، إضافة إلى الهيمنة على جميع المرافق التي تدر عليهم وعلى أحزابهم كسباً مادياً كبيراً أو صغيراً، والتي تشكل مصدر تمويل لهم وتدعم استمرار هيمنتهم. ما يعد به الكاظمي مجرد حلول فردية تضيف أعباء جديدة إلى المشاكل الحالية التي يعاني منها الهيكل الوظيفي للدولة، والذي يقارب 5 ملايين منتسب، ومجرد استجابة فعالية عابرة للترضية لا تقدم حلولاً حقيقية لمشاكل البطالة، خصوصاً في صفوف الخريجين. لتحقيق شعار المواطنة الذي ينادي به رئيس الوزراء، لابد من استئصال الفساد من جذوره واقتياد حيتانه إلى القضاء وفضحهم في وسائل الإعلام، وإنهاء جذور ومظاهر الاستبداد السياسي والطائفي، وتوفير المناخ الآمن لحياة الناس بالقضاء على الميليشيات وتجريدها من السلاح، والكشف عن أسماء قتلة المتظاهرين ومن وراءهم وفق الأدلة التي بين يديه وأيدي سلفه، وهي إجراءات عملية تحتاج إلى بيانات ووعود، وهو يعرف أن الأمن الشخصي قبل الخبز أحيانا. أما أنا للناعقين أن يتوقفوا عن تقليب مواجع أغسطس عام 1990، يكتب مثنى عبد الله.
في الثاني من أغسطس آب من كل عام ينبري بعض الخاوي عقولهم من كل فكرة بناءة، فيستلون أقلامهم التي جف مدادها كي يسمعون أيضا صريرها على صفحات بعض الصحف، ويعيدوا لنا رواية ما جرى بين العراق والكويت في عام 1990. فعلى الرغم من مرور 30 عاما على الحدث، وذهاب جيل وقدوم جيل آخر، وعودة الأمن والاستقرار والرفاهية للأشقاء الكويتيين في بلادهم، وتكفل العراق بدفع تعويضات تلك الحادثة إلى آخر دولار، لكن هؤلاء ما زالوا يحرثون بمحاريثهم بين الرماد على نار ما زالت تحته كي يوقدوها ويعتاشوا عليها. مقال للكاتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي جاء فيه: ما الفائدة المرجوة لشعبنا في العراق والكويت من محاولة أقلام مشبوهة تعيش على الارتزاق والخوض في دماء الأشقاء، وهي تسعى لدفعهم كي يبقوا عالقين في أوحال الماضي ورهن مستقبلهم لحدث انقضى ودفعوا ثمنه جميعاً؟ يقيناً ليست هنالك من مكاسب يمكن أن نجنيها جميعنا من وراء ذلك، لكن هذه الأقلام الخاوية هي الوحيدة المستفيدة من تقليب مواجع الماضي، لأنهم غير قادرين على الانصراف للبحث لأنفسهم عن موارد ذاتية يتغذون بها كي يقدموا كتابات تطرح برامج رؤيوية حقيقية للمجتمع. لذلك هم يكتفون بإثارة الأحقاد والضغائن بين الإخوة، فالمهم بالنسبة لهم هو محاولة الاستمرار في مخاطبة الناس واللعب بغرائزهم وعواطفهم من أجل تحشيدهم وتجييشهم ضد بعضهم البعض، كي تبقى النيران مشتعلة في البيت الواحد لأهداف شخصية ارتزاقية. إن أهلنا في العراق والكويت ومثلهم في باقي أقطار الأمة بحاجة إلى كتاب شرفاء وأمينين على قضايانا المصيرية، يستطيعون من خلال كتاباتهم إبقاء جذوة الوعي متقدة في النفوس، وكيف يمكن للجراح أن تندمل بين الإخوة وما بينهم وبين الأعداء لا يمكن أن يندمل. إننا بحاجة ماسة إلى قلم يذكر الأجيال بحقوق الأمة المسلوبة، وأن لا يهون اغتصاب أرضنا في فلسطين المحتلة، وأن لا يصور الصراع العربي الإسرائيلي على أنه مجرد خلاف وجهات نظر. إننا بحاجة إلى كتاب يحترمون الكلمة ولا يعادلونها بقيمة مادية، فيكتبون عن مقامات ما يريد هذا وما يرفضه غيره من أجل بضعة دراهم. لذلك عرفنا على مدى عقود كتابا كان شرف الكلمة وقدسيتها يشكل مدماكا رئيسا لهم فيما يكتبون. لذلك تأهلوا لقيادة فصول تاريخية في مقارعة الاستعمار والظلم والاضطهاد، ولم يرقصوا يوما على جراح الأمة، ولم يسعوا لجعل الخلافات العربية العربية حروبا كحروب بسوس أخرى يستثمرونها للحصول على عطايا هذا الحاكم وذاك السلطان. كشفت منظمة فرانكفون الفرنسية لحقوق الإنسان عن تغييب ما يقرب من 8615 شخصا في العراق منذ العام 2017، مع قيام المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بالعمل الآن على كشف مصيرهم. أنس أكرم محمد، عضو هيئة المفوضين في مفوضية العراق العليا لحقوق الإنسان، قال إنه غالبا ما يتم العثور على قسم من المغيبين في مراكز الاعتقال والسجون المتعددة في عموم العراق، ولكن ما تزال هناك حالات كثيرة أخرى من المغيبين لم تحل بعد، ولم يعرف شيء عن مصيرهم بحسب تقرير موقع ميدل إيست مونيتور البريطاني. متابع: تعرض العراق لضغوط حادة منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، وما أعقب ذلك من صراع طائفي خلف دماراً في البلاد في نواحٍ مختلفة من مجالات الحياة، ما دفع المواطنين للمطالبة بالتغيير. تقارير كثيرة أشارت إلى أن مدنيين ونشطاء ومعارضين مسالمين قد تم اختطافهم وتغييبهم من قبل قوات أمنية ومجاميع مسلحة مجهولة، وتم إيداعهم في مراكز اعتقال سرية في البلاد دون منحهم وسيلة اتصال مع عوائلهم أو الحصول على محامي، وأن عوائلهم ليست لديها معلومات عن مكان تواجدهم أو ما حل بهم وما هو مصيرهم.
جاسم حطاب الحليجي تحدث لمنظمة فرانكوفون الفرنسية عن ابنه المفقود علي، وقال الحليجي إن ابنه علي وهو أب لطفلين ويعمل في المحاماة، فضلاً عن كونه ناشطاً مدنياً في حقوق الإنسان، تم اختطافه في محافظة ميسان من قبل جهة أمنية في 8/1/2019. وكان الناشط علي شارك في الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة، وممثلاً أيضاً عن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم أثناء الاحتجاجات. يقول والد الحليجي: لحد الآن لم أحصل على أي معلومة عن مكان تواجد ابني، أنا قلق جداً على مصيره. وقال إنه يدعو نقابة المحامين أن تطالب السلطات بالكشف عن تفاصيل حول مصير ابنه. وأصدرت منظمة فرانكفون الفرنسية لحقوق الإنسان أيضاً في حينها بياناً قالت فيه: لا يمكن أن يكون هناك تكرار لما حصل للمتظاهرين من قمع خلال العام الماضي. نحن ندعو القوات الأمنية العراقية إلى التوقف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين. استخدام القوة المفرطة مع الاعتقالات وحالات الاختطاف هو انتهاك صارخ لقوانين حقوق الإنسان الدولية، ولهذا يتوجب اتخاذ إجراءات جدية لضمان إخضاع المتورطين بهذه الإساءات للمساءلة. على العربي الجديد نطالع. الكاتب حازم نهار يقول إن أكثر مسألة كانت غائبة لدى مجتمع الثورة أو نخبها عموما هي نقص المعرفة بالنظام السوري وبنيته وتوازناته وعلاقاته الإقليمية والدولية. وكان طرح شعار إسقاط النظام يقتضي على الأقل وبالضرورة المعرفة بالنظام وطبيعة وعناصر قوته من أجل تحويل الشعار إلى برنامج عمل سياسي واضح. ويمكن بالطبع تفسير نقص المعرفة هذا بتغييب المجتمع السوري عن السياسة والثقافة لخمسة عقود في الأقل، بدءا من انقلاب حافظ الأسد في عام 1970. النظام السوري بنية تسلطية ارتكزت على عناصر في الداخل وعلى مجموعة من الخيارات في الخارج، شكلت سياسته الخارجية وأسهمت جميعها في الحفاظ على أمن النظام وبقائه واستمراريته. ويمكن الحديث طويلاً عن بنية النظام وسياساته الداخلية، وقد تناولها باحثون غربيون متميزون تفصيلاً، وأصبحت في خطوطها العامة معروفة لدى قطاع واسع من السوريين بعد الثورة. لكن يمكن القول إنها ارتكزت على إعادة هيكلة الجيش السوري ليكون في خدمة النظام والحفاظ عليه فحسب، وبناء أجهزة أمنية موثوقة وقادرة على ضبط المجتمع والتحكم فيه، وعلى حزب البعث بوصفه قائداً للدولة والمجتمع، الحزب الذي فقد عقائديته تدريجياً وخسر قدرته على التعبئة الشعبية وتحول إلى أداة للرقابة وشبكة للوصاية، يضاف إليه الجبهة الوطنية التقدمية التي لم يكن لها من دور سوى قطع الطريق على تشكل أي معارضة حقيقية محتملة، ومجلس الشعب الذي صمم لإعطاء الشرعية لسلوكيات النظام في كل مرة يحتاج إليها، وللضمان أكثر أبعدت عنه القضايا السياسية والأمنية في الداخل والخارج، واقتصرت وظيفته على أداء دور إداري واقتصادي مع إبقاء القرارات الاقتصادية الكبرى خارج صلاحياته بما فيها الميزانية. في عهد بشار الأسد لم يحدث تغيير كبير في بنية السلطة، واقتصرت طريقته على القيام بنوع من التحديث السلطوي. يضيف الكاتب: لعل أهم ثروة يملكها النظام السوري هي سياسته الخارجية، فهي كانت أداته لتحصين نفسه ضد التهديدات، ووسيلته لتعظيم دوره الإقليمي وإزعاج خصومه، وأحد مصادره الأساسية لتحصيل المال والمساعدات من محبيه وكارهيه على السواء. وقد استند في بناء سياسته الخارجية وترسيخها على عدد من الآليات والاستراتيجيات المتضافرة، منها البراغماتية والدور الوظيفي، التخريب واللعب في ساحات الآخرين، سياسة الانتظار وكسب الوقت. تحت عنوان على لبنان انتهاز هذه اللحظة المدمرة من أجل التغيير الدائم، كتب إبراهيم درويش، أو كتب يان بريمر المحرر وكاتب العمود في مجلة تايم، مقالا قال فيه: كان لبنان يسير نحو الهاوية حتى قبل الانفجار المروع الأسبوع الماضي بمرفأ بيروت، وعاد البلد قبل فترة
من حالة الأغلاق العام بعد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه كان يسير في الاتجاه الخطأ منذ بداية تموز يوليو بحسب ما كتب إبراهيم درويش. نتابع. ما يثير قلق المواطن العادي أكثر هو الوضع المالي المتدهور، وسيزيد انفجار بيروت من هذه المخاوف والتي تمثل تهديداً على استقرار البلد في المدى البعيد، وستحرف الانتباه إلى تداعيات ما بعد الانفجار. وحتى قبل الانفجار قدر البنك الدولي أن نسبة 45% من أبناء المجتمع اللبناني سيعيشون في حالة من الفقر هذا العام، وتأثرت حياة اللبنانيين بسبب نقص المواد الغذائية واستمرار الانقطاع بالتيار الكهربائي، ولم يعد لدى المواطن اللبناني قدرة شرائية كما في الماضي، وانخفضت قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 85% عما كانت عليه في الخريف الماضي. وفي الوقت الذي وضعت فيه الحكومة سياسة تحكم برأس المال منذ تشرين الثاني نوفمبر، إلا أنها فشلت في السيطرة على الوضع، وكل هذا لا يعادل تداعيات الدمار المباشرة. ولسوء الحظ فالحكومة التي قادت البلاد وسط الانهيار الاقتصادي هي نفسها التي ستكون مسؤولة عن إدارة الرد الطارئ على الانفجار. وزادت الاحتجاجات في نهاية الأسبوع، ورغم استقالة الوزراء وأعضاء في مجلس النواب إلا أن التظاهرات استمرت. ويعلق الكاتب: عندما يواجه بلد بموجة من التحديات التي يواجهها لبنان الآن، فيجب تنحية الخلافات السياسية جانباً من أجل التعامل مع الأزمة، لكن في لبنان من السهل القول هذا وليس من السهل فعله. ضمن نظام المحاصصة الطائفية، فالرئيس ماروني ورئيس الوزراء سني ورئيس البرلمان شيعي. نشر موقع مجلة دي أتلانتيك مقالا لكاتب المساهم فيه ومحرر موقع لوبير بن يمين ويتز، قال فيه: قال إن المأساة التي تعرضت لها لبنان مأساة مألوفة، ويعرف الأمريكيون ما تعنيه المعاناة بسبب إهمال الحكومة. وعندما يتخلص اللبنانيون من النخبة الفاسدة والعاجزة والثقافة السياسية التي يتصرف من خلالها الكثيرون بدون خوف من العقاب، فعندما سينتعش البلد وأهله ويحصلون على العدالة التي يستحقونها بالنتيجة. لا أدافع عن طريقة معالجة اللبنانيين للسفينة التي حملت الشحنة التي تسببت بالانفجار، ولكن ليس من حق الأمريكيين إلقاء محاضرات على بقية الدول وتذكيرها بأن خياراتها تسهم بالكوارث. ولا أزعم أنني أفهم حجم الفشل اللبناني هنا. الولايات المتحدة بالتأكيد ليست لبنان، ولكن فشل الحكم في أمريكا خلال الأشهر الماضية جلب عدداً من الجثث على قاعدة أوسع من الجثث التي سيتركها انفجار بيروت. ومع أن عدد القتلى في بيروت سيزداد، لكنه سيكون أبطأ من عدد الموتى هنا في أمريكا، حيث سنظل نضيف إليه كل يوم 1000 أو 2000 وفي المستقبل المنظور. ويقول إن الكثير من الأمريكيين سيعزون أنفسهم أن الوضعين مختلفان، وهذا صحيح، ولكن هناك أوجه شبه تثير العصبية، ومن أهمها الإهمال والفساد وعقم النخبة. إن السلطات الأمريكية مثل السلطات اللبنانية حصلت على تحذيرات متعددة تماماً، كما كانت السلطات اللبنانية تعرف عن السفينة التي تحمل الشحنة القاتلة التي ضربت بيروت. كان المسؤولون الأمريكيون يعرفون ما يجري في الصين، وشاهدوا ما كان يحدث في إيران وإيطاليا، ووصلت الموجة إلى شواطئنا متأخرة، مع أن الفيروس كان موجوداً قبل ذلك بفترة، وعلى خلاف الإيطاليين كان لدينا الوقت الكافي للتجهيز. ويضيف الكاتب: في أمريكا حذر المسؤولون الصحيون في بلادنا، مثل مسؤولي الجمارك في لبنان الذين حذروا من مخاطر إبقاء شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم في وسط بيروت، حذروا من ثمن التواطؤ. وكلنا نعرف أن تحركا فعالا كان ممكنا لأن حكومات أخرى اتخذته، وقامت حكومات أخرى بنقل نترات الأمونيوم من المدن الكبيرة. أما دونالد ترامب فقد اختار مثل اللبنانيين أن لا يفعل. أثارت مجموعة أخيرة من الصور أصدرتها وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا لكوكب المريخ
أثار انتباه جمهور وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، حيث ظهر الكوكب في الصور كأنه يتوهج بلون أخضر غير معتاد. وجاءت بيانات المسبار مافن لتقول إن طبقات الجو العليا من المريخ تتوهج 3 مرات ليلا في الربيع والخريف، بينما تتوهج الأقطاب طوال العام تقريبا. هذا اللون الأخضر الظاهر في الصور والذي أثار انتباه جمهور التواصل الاجتماعي حول العالم ليس حقيقيا، بل هو لون كاذب يستخدم فقط لإظهار المناطق أو يستخدم لإظهار المناطق التي تتوهج في نطاق الأشعة فوق البنفسجية على سطح المريخ. بالنسبة للعين البشرية فإنها لا تتمكن من رؤية أي شيء إلا إذا كان في نطاق الضوء المرئي، أما الإشعاع في نطاق الراديو أو الأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء على سبيل المثال فإنه غير مرئي بالنسبة لها، لذلك يستخدم العلماء الألوان الكاذبة كي يتمكنوا من فهم حركة وكثافة هذه الأشعة. نتابع الآن الوجه الآخر لحرية التعبير والرسوم الكاريكاتيرية. شكرا لحسن وطيب المتابعة وإلى صدى أقلام جديد، في أمان الله.